مثلا انا مش عارف مشروع سعاده الوزير دائما اكثر من سعادة الوزير وزارة جناح الدولة البلدية الحفيظ عمراني مشروع عنواني المشاريع الرئيسية للدولة أعرفه جيدا حيث تم تطبيقه وزارة تفصيلا اي نعم حيث تم تطبيقه حاليا في وزارة الداخلية إدارة الهجرة الجنسية القطرية جميل جدا هذا المشروع سعادة الوزير يسهل في الوصول إلى الشخص عنوان للشخص أي كان صحيح في الدولة هذا تفاصيل هذا حين العنوان هذا كله هذا تفاصيلها هذا رقم مبنى هذا رقم منطقة كل منطقة لها رقم خاص وكل منطقة فيها للفلة رقم واحد وللشارع كذلك رقم واحد صحيح شوف سعادة الوزير حيث تم تطبيقه في وجه الراهن مثل ما تفضل وزارة الداخلية كذلك الهيئة الصحة يمثلهم فحنا وكذلك البريد القطري بس جميل ان الناس تعرف انا عارف ان مطلب رئيس الوزراء ونوقش واتخذ قرار بس اعتقد بان تقديم الجمهور هذا مهم كذا شاركنا سعادة الوزير في هذا المشروع التوعية مع حق الجمهور الله يعطيكم العافية العافية كذا